أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم في حلقاتنا المتواصلة ومدرسة على الهواء. تحدثنا في الحلقة السابقة عن ثورة 1919 القومية. تحدثنا كيف كانت ثورة 19 سببا في التفاف واتحاد الشعب حول رأي واحد وهدف واحد، وهو الحصول على الاستقلال. غالبا وأبدا ما تروى شجرة الحرية بالدماء، كلفت ثورة 19 المصريين العديد من أرواحهم ودمائهم التي فقدوها نظرا لبطش بريطانيا بالثورة في هذه الفترة. طبعا في خداع كتير جدا عندي بالنسبة لإنجلترا في الفترة دي، وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية عندما أعلن ويلسون حق الشعوب في تقرير المصير وإنشاء عصبة الأمم. عندما اندلعت ثورة 19، ما هو موقف بريطانيا من ثورة 1919؟ طبعا بنقول انجلترا في البدايه وجهت سياسه العنف، شوف مع بعض اهو، انجلترا موقفها من ثوره 19 في البدايه وجهت سياسه العنف والقمع والارهاب للثوره في كل مكان، في القاهره ومدن الوجه البحري ومدن الاقاليم والصعيد، قصف بالقنابل من الطائرات والمدافع، كل ذلك لم يطفئ من نيران الثوره. بالرغم من سياسة العنف التي اتبعتها بريطانيا لم يدفئ ذلك من نيران الثورة، ولكن غير الشعب نضاله إلى المقاومة السلبية بعد أن نجحت إنجلترا من خلال القوات المسلحة في إخماد ثورة العنف. ركز في الفقرة اللي قلتها دي تاني كده، لما قول إنجلترا استخدمت كل أشد أنواع البطش تجاه ثورة 19، كل ذلك لم يطفي من نيران الثورة ولكن غير الشعب نضاله للمقاومة السلبية بعد نجاح انجلترا من خلال القوات المسلحة في ايقاف ثورة العنف. ثورة العنف اللي هي ثورة الشارع. وظهرت الجمعيات السرية وبدأت حالات الاضراب العام للموظفين. ظهرت الجمعيات السرية زي اليد السوداء والمصر الحر وجمعية الانتقام نظرا لقمع بريطانيا الجانب العلني. كويس قوي. طيب انجلترا هنا ايه؟ ما قدرتش توقف الثورة. الناس امتنعت عن العمل. طيب ما هي الثورة وقفت؟ لا، ثورة الشارع اللي وقفت، ثورة العنف. ركز في الفقرة دي كويس وافتح الكتاب وخطط عليها. نجحت بريطانيا من خلال استخدام القوات المسلحة في ايقاف ثورة العنف. انا ما قلتش في ايقاف ثورة 19. طب لما وقفت ثورة العنف حول الشعب نضاله لإيه؟ للمقاومة السلبية والإضراب والامتناع عن العمل. طب ما هي كده مصلحة إنجلترا هتقف. طب وبعدين السياسة الثانية، أدركت إنجلترا أنها أمام ثورة شعبية لا تجدي فيها عمليات القمح، فغيرت إنجلترا، نشوف كده تاني، سياسة اللين، تبقى ثورة العنف نتيجتها إيقاف ثورة العنف وتحول الشعب للمقاومة السلبية. انجلترا ادركت انها لا تستطيع ايقاف الثوره من خلال العنف، فحولت سياستها لايه؟ للين. زعلانين ليه؟ زعلانين من ايه؟ اعتقال سعد ونفيه، خلاص الافراج عن سعد. لا يروح مؤتمر الصلح والسماح لسعد بحضور مؤتمر الصلح لعرض قضيه استقلال مصر. طب موقف انجلترا ايه؟ سد الطريق امام الوفد المصري باعتراف كل الدول المجتمعه في المؤتمر بالحمايه البريطانيه على مصر. يعني سعد فشل، مش فشل وبس، لا، وجاب لمصر بقى هنا حاجه اكبر من الايه، من الاولى كان اعلان الحمايه من جانب بريطانيا، هنا بنقول ايه، اعتراف كل الدول المؤتمر المجتمع في المؤتمر بالحمايه البريطانيه على مصر. دخل سعد رحب بيه ويلسون الراجل مجتمع ولما الناس كلها اللي حضرت في الحرب العالميه الاولى، انا جاي اخد الاستقلال، قال له لا ما ينفعش، احنا هنا بنعمل تصويت، احنا دول ديمقراطيه، مين اللي موافق على استقلال مصر؟ ما حدش رفع ايده. طب مين اللي موافق على استمرار الحمايه؟ كله رفع ايه؟ ايده. طب تركيا نفسها، المانيا، النمسا، المجر اللي كانت عدوه لانجلترا وفرنسا، دي دول اتهزمت في الحرب، لسانها اتقطع وايدها اتكسرت، ملهاش حق التصويت خالص الا لصالح دول الايه؟ الوفاق. اذا سد الطريق امام سعد باعتراف كل الدول المجتمع بالحمايه البريطانيه على مصر، وعملت انجلترا على الحصول على اعتراف من الشعب المصري بالحمايه من خلال ارسال لجنه وهي ما تعرف باسم لجنه ايه؟ ميلنر. اذا لما اقول لك دلوقتي نشوف السؤال تاني مع بعض كده، موقف بريطانيا من ثوره 19 نشوفه مع بعض كده، الحالة دي هتكلم عن الاثنين، سياسة العنف وسياسة اللين، نشوفوا مع بعض نقطة عليه لو سمحتوا. لو قلت موقف بريطانيا من ثورة 19 ايه اللي هيحصل؟ هنقول موقف بريطانيا، اتبعت بريطانيا سياسة العنف ولكن غير الشعب نضاله للمقاومة السلبية،
فلجأت انجلترا الى سياسة اللين في الافراج عن سعد والسماح له بحضور مؤتمر الصلح وسد الطريق امامه وارسال لجنة مينر. طب الاتنين كتير يا استاذ، لما اقول الاتنين دول كتير تمام، هو اسألك في واحدة بس، هقول لك وضح موقف انجلترا من ثورة 19 عقب اشتعالها، هتقول سياسة العنف. طب هتقول فسر لم تجد سياسة العنف نتيجة من انجلترا لايقاف ثورة 19، هتقول الشعب حاول يضل المقاومة السلبية. طب هنقول ايه؟ اثبت لم تخمد عمليات القمع من جانب بريطانيا الثورة، نقول بريطانيا غيرت سياستها لسياسة اللين. طب اثبت ادركت انجلترا انها امام ثورة شعبية لا تجدي فيها عمليات القمع، هنقول سياسة الايه؟ اللين. طيب تمام، ده بالنسبة لموقف انجلترا. ممكن نقول برضو عندي هنا سؤال، لو قلنا ايه؟ ايد صحة او خطأ العبارات تاريخيا. واحد، فشل سعد زغلول في عرض قضية استقلال مصر على مؤتمر الصلح. شوف كده مع بعض، فشل سعد زغلول في عرض قضية استقلال مصر على مؤتمر الصلح. السؤال معانا اهو، اكتب السؤال معايا، السؤال مهم جدا. فشل سعد في عرض قضية استقلال مصر على مؤتمر الصلح، السؤال صح ولا غلط مع ذكر السبب؟ هنشوف ونرجع تاني الاسئله. ولو في اي تليفونات، ناس كتيره جدا طول الاسبوع اللي فات بتكلمني عندها اسئله في الاجزاء اللي فاتت، لو اي حد عنده اي سؤال قلت لك اتصل بينا على الهواء، احنا تحت امرك على مدى ساعتين متصلتين. انا معاكم النهارده من الساعه 12 للساعه 2 ان شاء الله، اي حاجه مرتبطه بالقديم اسال فيها، اي حاجه مرتبطه بالنهارده احنا مع بعض اهو. طيب هنيجي نتكلم بقى بعد كده على جهود سعد زغلول بعد مؤتمر الصلح. ركز معايا، سعد زغلول ليه جهود بعد مؤتمر الصلح؟ اتنين. ايه هما الاتنين؟ في جهود خارج مصر وليه جهود فين؟ داخل مصر. جهود خارج مصر نفس جهود مصطفى كامل، ظل يناشد برلمانات اوروبا لتحقيق الاستقلال المصري واسقاط الحماية واعطاء املا للشعب المصري في الاستقلال. جهود داخل مصر من خلال الخطابات السرية التي أرسلها لعبد الرحمن فهمي سكرتير لجنة الوفد. طب لما أقول هنا تاني، ظل سعد زغلول بعد مؤتمر الصلح يقود الحركة الوطنية في الخارج، حيث لم يتملك سعد زغلول اليأس وظل يناشد برلمانات أوروبا في الحصول على الاستقلال ويعطي أملا للشعب المصري بإسقاط الحماية، نفس جهود مصطفى كامل. في جهود داخل مصر بيعملها ازاي وهو في الخارج؟ قال لك من خلال الخطابات السرية التي أرسلها لعبد الرحمن فهمي سكرتير لجنة الوفد المركزية. طب عبد الرحمن فهمي ده عمل إيه؟ عبد الرحمن فهمي بنقول نجح في تكوين جهاز سر من الشباب المتحمسين ضد الاحتلال، تكتيل طوائف الشعب لمقاومة الاحتلال، إنشاء نقابات عمالية مقاومة العناصر المعادية لحزب الوفد. إذن سعد زغلول هنا بنقول لم يتملكه اليأس. لو قلنا أثبت لم تنقطع جهود سعد زغلول بالرغم من اعتراف الدول الكبرى بالحمايه على مسلول في جهود خارج مصر كذا وجهود داخل مصر ايه كذا. طيب تمام، انت قلت انجلترا دلوقتي هتبعت لجنه ميلنر، نخلي بالنا كده مع بعض، في لجنه هتيجي من بره دلوقتي اسمها لجنه ايه؟ ميلنر. اللجنه دي جايه لايه؟ التفاوض. التفاوض مع مين؟ مع الشعب المصري. ركز معايا كده، اللجنه دي ميلنر قال هتيجي اللجنه، انجلترا هتبعت لجنه للحصول على اعتراف بالحمايه. طب اللجنه هتتفاوض مع مين؟ مع الشعب، لاقناع الشعب بالحمايه. طب لما نقول الاول ايه هو موقف الوفد من اللجنه؟ حزب الوفد موقفه ايه؟ طبعا بعت سعد زغلول على طول لعبد الرحمن فهمي، قال لعبد الرحمن مقاطعه اللجنه، لازم الشعب يقاطع اللجنه. ليه؟ لأن التفاوض مع اللجنة مشكلة. مشكلة من ناحية إيه؟ من ناحية التنازل عن وكالة الوفد للأمة ثم اعتراف بالحماية. تاني معايا، موقف الوفد أهو، بعت مين؟ سعد زغلول لعبد الرحمن فهمي ضرورة مقاطعة الشعب المصري لمين؟ للجنة. ليه؟ لأن اللجنة لو اتفاوضت مع الشعب تنازل الشعب عن وكالة الوفد، يجي الوفد يتكلم يقول له لا ما تتكلمش، الشعب يتكلم وسحب التوكيل. علاوة على انك انت لو قبلت الكلام معناه اعتراف بالحماية، اعتراف ازاي؟
اعتراف، لانك انت لما بتتكلم مع انجلترا بالايه الرفض او القبول معناها ان انجلترا لها حق وبتفاوض وانت بترفض تديهولها. لا ما تتكلمش. طب لما اجي اقول موقف الشعب يا استاذ، الشعب عمل معاها ايه؟ طبعا بنقول قاطعها الشعب نهائي بمظاهرات الاحتجاج. الطلبة والتلاميذ الصغار في المدارس قبلوها بمظاهرات الاحتجاج، الفلاحين قبلوها بالاحتجاج. أدرك ميلنر، ميلنر هنا راجل ذكي، أدرك وعي الشعب واتحاده والتفافه حول قائده، أي أن الشعب المصري متمسك بإيه؟ بسعد زغلول. تبقى تمام كده. جت اللجنة بعد مؤتمر الصلح، النتيجة أرسل سعد زغلول لعبد الرحمن فهمي يحذر من التفاوض مع اللجنة وضرورة مقاطعة الشعب للجنة. قلنا فسر ضرورة مقاطعة الشعب للجنة، لأن التفاوض مع اللجنة معناها اعتراف بالحماية البريطانية على مصر. اتنين، تنازل عن وكالة الوفد للأمة. جت اللجنة، موقف الشعب من اللجنة، بناء على توصيات الوفد المصري للشعب قاطع الشعب المصري اللجنة، قطعها خالص. حتى تلاميذ المدارس الصغار قبلوها بمظاهرات الاحتجاج والفلاحين في القرى. أدرك ميلنر وعي الشعب واتحاده والتفافه حول قائده وان الشعب متمسك بسعد زغلول للتفاوض مع بريطانيا وقائدا للحركة الوطنية. اذا فشلت هنا مفاوضات سعد مع مين؟ مفاوضات اللجنة مع مين؟ مع الشعب. طب تمام، انجلترا هنا ادركت انه لابد من التفاوض مع مين؟ مع سعد. فهنبدأ نتكلم يا اولاد على مراحل المفاوضات بين مصر وبريطانيا. عندي في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية. إيه مراحل المفاوضات بين مصر وبريطانيا يا أستاذ؟ أول مرحلة بنقول يا أستاذ من يونيو 1920 إلى أغسطس 1936 والتي انتهت بمعاهدة الصداقة. ثم المرحلة الثانية من إبريل 1946 إلى أكتوبر 1951 وهو إلغاء معاهدة الصداقة. شايف السؤال ده؟ جه في الامتحان قبل كده كله تواريخ أهو. أنت طبعًا بتتكلم دلوقتي مع بريطانيا. بريطانيا دولة دلوقتي استعمارية. إحنا هنخش مع بريطانيا في تفاوض، فبقول المفاوضات هتبدأ من كام؟ يونيو 20، يونيو 20 الى اغسطس 1900 كام؟ 36. 16 سنه احنا وانجلترا بنضرب في بعض، وفي الاخر انتهت بمعاهده صداقه بين مصر وبريطانيا. ثم تبدا المرحله الثانيه من ابريل 46 الى اكتوبر 51 بالغاء معاهده مين؟ الصداقه. طيب اول مرحله عندي في مراحل المفاوضات بنقول مفاوضات سعد زغلول ميلنر. مفاوضات سعد مع المندوب الايه او رئيس اللجنه الانجليزي ميلنر. جاء سعد يفاوض مع ميلنر. طبعا سعد لم يكن مرنا في التفاوض مع ميلنر، حيث كان سعد يؤكد على ضروره حصول مصر على الاستقلال التام. يعني هدف سعد هنا تحقيق استقلال تام سواء داخلي او سواء خارجي تام. طب وبعدين؟ هدف ميلنر استقلال سوري في الداخل واستقلال سوري في الخارج. يعني استقلال سوري في الداخل؟ يعني قال له مصر مستقلة في الداخل ولكن مسؤولة او مسؤولية الرعاية الاجانب والاقليات في يد الانجليز. طب استقلال الخارجي سوري، مصر ليس لها الحق في اقامة اي علاقات مستقلة مع دولة خارجية، يعني ملهاش علاقة خارجية. يعني معنى كده مصر ملهاش استقلال خالص. طبعا ملهاش استقلال. طب بالطريقة دي حصل ايه؟ بنقول فشل المفاوضات. فشلت. طب لما فشلت المفاوضات نفي سعد لجزيرة سيشل، خلي بالك من الاسم كده، سيشل، وإدراك إنجلترا أن الشعب متمسك بإيه؟ بالاستقلال. فأصدار إنجلترا تصريح 28 فبراير 1922. تاني معايا، مفاوضات سعد ميلنر. مفاوضات سعد ميلنر بنقول يا أستاذ مفاوضات سعد ميلنر فشلت، لأن سعد مصر على تحقيق استقلال تام لمصر سواء في الداخل أو استقلالا في الخارج، ولكن ميلنر منح مصر استقلالا سوريا من خلال تولي انجلترا مسؤولية الاجانب في الداخل واستقلالا سوريا في الخارج في منع مصر من اقامة علاقات مستقلة. بالتالي رفض سعد هذا الاستقلال مما ادى الى فشل المفاوضات. تم نفي سعد لجزيرة سيشل. اصدار انجلترا تصريح فبراير 1900 كام؟ 22.
طيب هقول برضو سؤال صغير هنا في اي صحة او خطأ العبارة مع السؤال الاولاني، ولو في اي حد عنده اجابة وعايز يتصل يتصل يجاوب لنا على السؤالين دول. كانت او بنقول فشل سعد زغلول في مفاوضاته مع لجنة ميلنر. اي صحة او خطأ العبارة؟ تاني كده السؤال معايا، السؤال ده مهم، السؤال ده مهم. فشل سعد زغلول في مفاوضاته مع لجنة ميلنر، اي صحة او خطأ العبارة؟ فشل سعد زغلول في مفاوضاته مع لجنة ايه؟ ميلنر. لو حد برضو عايز يسأل في الاسئلة اللي فاتت بتاع الاسبوع اللي فات، انتوا طبعا طول الاسبوع بتتصلوا بيا وبتكلموني، وقلت لكم ساعة الحلقة ان شاء الله هنجاوب على كل الاسئلة. فيا ريت لو حد بقى عنده اسئلة من اللي كان بيتكلم طول الاسبوع يتصل بقى دلوقتي. طيب انجلترا اصدرت ايه بقى؟ اصدرت تصريح 28 فبراير 1922. التصريح ده مهم جدا. ليه يا استاذ؟ التصريح ده صدر، خلي بالك من الكلمه اللي هكتبها دي، في عهد السلطان فؤاد. ونص على الف، اول حاجه قالها ايه؟ انهاء. انهاء ايه؟ انهاء الحمايه البريطانيه على مصر بس، والاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة. تمام، ده النص. وبعد كده عمل ايه؟ راح كاتب لي بأربع تحفظات. ايه هما الاربع تحفظات؟ بنقول اهو تاني اربع تحفظات، واحد اتنين تلاتة اربعة. تأمين، دفاع، حماية، سودان. يعني ايه الكلام ده؟ لما قال انجلترا انهت الحماية البريطانية على مصر والاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة، خلاص مصر اسقطوا عنها الحماية. بس في اربع تحفظات، ايه هم بقى؟ تأمين مواصلات الانجليز في مصر، الدفاع عن مصر، حماية الاجانب والاقليات في مصر، حق بريطانيا في السودان طبقا للإدارة المشتركة. يعني كده انجلترا هتمشي ولا هتقعد؟ لا انجلترا كده قاعدة. قاعدة ازاي؟ ده انت قلت انهاء الحماية البريطانية على مصر ومصر دولة ذات سيادة، بس في تحفظات. ايه التحفظات؟ انجلترا بتقول تأمين مواصلات الايه؟ في مصر. ده هيبرر، هيبرر ايه؟ بقاء الجيش الانجليزي. يعني هنا انجلترا هتفضل بس مش بشكل احتلال. لا، حماية الايه؟ المواصلات. دفاع عن مصر لتبرير عدم تكوين جيش مصري، كده مصر ما تقدرش تعمل جيش ما دام انجلترا بتدافع عننا. حمايه انجلترا الاجانب لتبرير تدخلها في السياسه الداخليه في مصر، حق بريطانيا في السودان. تحفظ كويس قوي، التصريح ده مهم جدا. بنقول انهاء الحمايه البريطانيه على مصر والاعتراف بمصر دوله مستقله ذات سياده مع اربع تحفظات، تامين دفاع حمايه سودان. تامين دفاع حمايه سودان، وبالتالي بنقول اعتبر الناس ان ده استقلال ايه؟ ناقص، لم يحقق امانيهم الوطنيه بسبب التحفظات الاربعه. السلام عليكم يا محمد. الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. معلش يا ناظر، معايا سؤال بس. اتفضل يا محمد. بيقول لي يا ناظر، حدد اوجه النقد لوزاره رياض باشا في عهد توفيق. وزارة رياض باشا من أنصار الحكم الفردي ومعادل الدستور ومن أصحاب الميول الأجنبية. بس ماشي. حاجة تانية؟ ما رأيك في عدوان نابليون على الأزهر الشريف؟ طبعًا أرى أن نابليون خالف ما ذكره في المنشور من أنه يحترم المصريين والقرآن ونبيه العظيم، وأنه جاء ليخلص الناس من المماليك الظالمين. كشفت ثورة القاهرة عن نوايا نابليون الاستعمارية، فانه مجرد رجل استعماري يعمل على تثبيت وضعه وتثبيت اقدامه وجيشه في مصر على حساب كل شيء، سواء الاجتماعيه بالنسبه لضرب الشعب واعدام السائرين، الدينيه اهانه معتقدات المصريين الاسلاميه. يعني قصدك اقول انا بدايه المنشور بعد كده لازم اتكلم عن المنشور، ما هو هنا ايه؟ لازم اقول ان هو كان راجل مخادع. تمام. طب يا ناظر، اخر حاجه، ما نتائج مترتبه على ثوره المصريين المسلحه؟ ثوره المصريين المسلحه فين بقى؟ 19. طب قول 19، هي في ثورة، طب هي اسمها ثورة مسلحة؟
المسلحة لا مش مسلحة ايه؟ هي الصورة كده لك. لا مفيش ثورة، ثورة 19 مش ثورة مسلحة، مين قال لك ان هي مسلحة؟ ايوه حمد لقيته كده في الكتاب، لقيته كده في الكتاب، لقيته كده في الكتاب. لا سيبك من الكتاب الخارجي ده مش عايزينه. اسمع، ما النتائج مترتبة على ثورة 1919 القومية أو الشعبية صح؟ اه نقول هي أول ثورة قومية في التاريخ. لا أنا بقول لك إيه النتيجة المترتبة؟ ما قلتلكش ثورة قومية، إيه النتيجة المترتبة؟ النتيجة المترتبة يا محمد على ثورة 19 نتيجة استرسالية. فشل انجلترا في اخضاع الثوره. اتنين، التساهل في الافراج عن سعد والسماح له. ارسال لجنه ميلنر، اصدار تصريح فبراير اللي انا بتكلم فيه، حصول مصر على الاستقلال. يعني ما نقولوش ثوره قوميه في تاريخ مصر، دي اهميتها. لا الثاني لو قال لك ثوره قوميه او قال لك ثوره شعبيه هتتكلم عن دي او دي. ها؟ لا تمام ماشي. في حاجه ثانيه؟ لا 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 تمام. في سلام الاسبوع اللي فات معاك؟ لا لا. طيب يا حبيبي مع السلامه. مع السلامة. طيب دلوقتي قلنا يا اولاد عندي مصر حصلت على الاستقلال 1928 في تصريح فبراير. تمام. انهاء الحمايه البريطانيه على مصر والاحتفاظ بايه؟ وانهاء السياده الايه؟ البريطانيه والاعتراف بمصر دوله مستقله ذات سياده مع اربع تحفظات، تامين، دفاع، حمايه، سودان. احفظهم بقى كده اهو. ده حفظ نص حفظه، ده ما فيهوش ايه فهم، ده في حفظ. بس افهم ان حصل اسقاط للحمايه البريطانيه على مصر 1922. طب في سؤال هنا هنكتبه برضه ونشوف كده مع بعض ونقول بلاش، هنخليه أيد برضه، مش هنخليه ايه؟ هنخليه أيد صحة العبارات الآتية، أيد صحة أو خطأ العبارات تاريخيا. نركز كده مع بعض السؤال ده، أيد صحة أو خطأ العبارات تاريخيا. كان فشل سعد زغلول في التفاوض مع ميلنر سببا في حصول مصر على الاستقلال. تاني كده، كان فشل سعد زغلول في التفاوض مع ميلنر سببا في حصول مصر على الاستقلال. تاني، أيد صحة أو خطأ العبارات التاريخية. كان فشل سعد زغلول في التفاوض مع ميلنر سببا في حصول مصر على الايه؟ الاستقلال. سؤال برضو معانا مع السؤالين الايه التانيين، أيد صحة أو خطأ الايه؟ العبارة. طيب هنتكلم بعد كده عندي على نتائج التصريح. ايه نتيجة التصريح؟ واحد، تألفت لجنة لوضع الدستور المصري، وضع دستور 23، ارتفاع لقب حاكم مصر من سلطان الى ملك 15 مارس 1922. ناخد شيماء من اسيوط ونرجع لكم تاني. سلام عليكم يا شيماء. سلام عليكم يا شيماء. السلام عليكم، ازيك يا مستر؟ ازيك عامله ايه يا بنتي؟ الحمد لله. الحمد لله، اتفضلي. هو انا عايزه نجاوب على سؤال الحلقه اللي فاتت، هو انا جاوبت بس ما كانش الاجابه صح. ايه السؤال؟ تم عزل عباس حلمي الثاني عام 1914 وتولى عمه حسين كامل الحكم وفقا لفرمان 1841. اللي هو يعني الاجابه تكون خلاص مصر ما بقتش ولايه عثمانيه وبقت تحت الحكم البريطاني. طب العباره ايه؟ العباره خطا. العباره خطا، برافو عليك. ها؟ عشان انجلترا انهت السياده العثمانيه على مصر وذلك فرضت الحمايه. كملي، الالغاء السياده العثمانيه واعلان الحمايه البريطانيه عليها. بس خلاص كده، واستبدت انجلترا بالحكم. حليتي لوحدك ولا سالتي في حد؟ هو انا بعد ما خلصت الحلقه رجعت نفكر فيه فعرفت الاجابه. من المدرسه يعني قالت لك الاجابه؟ لا انا اللي عرفت. لا انت شاطره كده، لو عرفت الاجابه لوحدك انت شاطره ما شاء الله عليك. في حاجه تانية عندك شيماء؟ هو انا ممكن اجاوب على سؤال من الاسئله. اتفضل. هو اي عايز اي سؤال؟ في عرض قضيه الاستقلال على مؤتمر الصلح. السؤال بتاع فشل سعد في عرض ايه؟
فشل سعد في عرض قضية استقلال مصر على مؤتمر الصلح، ها؟ اللي هو بسبب سد طريق أمام هو العبارة صح ولا غلط؟ ها؟ سد طريق أمام الوفد. أنا بقول العبارة صح ولا غلط يا شيماء؟ العبارة صح. فشل سعد زغلول في عرض قضية استقلال مصر على مؤتمر الصلح، صح ولا غلط؟ صح. تمام. بص بقى فكري واخر حلقه كلمينا، ماشي؟ ماشي. فكري برضو فيها تاني واخر حلقه كلمينا. عندك انت اسئله؟ لا شكرا. ماشي يا حبيبي، تفكري فيها وكلمينا تاني اخر الحلقه. ماشي. طيب نقول نتائج التصريح. تالفت لجنه لوضع الدستور المصري، تم وضع دستور 923. ارتفع لقب حاكم مصر من سلطان الى ملك 15 مارس 922 ودخول مصر الحقبه الليبراليه اي الديمقراطيه. ده بالنسبه لنتائج دستور 23. نتائج تصريح 22. قبل ما نتكلم بقى عن نتائج الايه التصريح بالكامل واصدار دستور 23، عايز اسال سؤال. هنقول هنا تاني كده مع بعض. انا هخليها بقى سريعا كده ايه؟ اكمل. كان هناك علاقه بين نقط وتغير لقب حاكم مصر في القرن ال19 الميلادي. تمام، دي واحدة. اتنين، كان هناك علاقة بين برضو ايه نقط وتغير لقب حاكم مصر في بداية القرن ال20. ثلاثة، كان هناك علاقة بين نقط وتغير لقب حاكم مصر في نهاية، ركز في الكلمة، الربع الأول من القرن ال20. السلام عليكم يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبي. ازيك يا مستر؟ الله يخليك، اتفضل. بما تفسر نمو الروح الوطنية في مصر؟ كمل. في الربع الأخير من القرن ال19. هنتكلم عن الملاخ الفكري والثقافي. نمو الروح الوطنية في مصر في نهاية القرن ال19 نظرا للصحافة والمقالات والدراسات العلمية والأدبية، عودة المبعثون منذ عهد إسماعيل وطرح أفكارهم السياسية على الساحة المصرية وقد رواها في أوروبا من حيث حرية الرأي والفكر والحياة النيابية، وتطلعوا أن يروها في بلدهم المحتلة مصر. طب معلش سؤالين تانيين. تفضل. وضح أثر سياسة محمد علي الاقتصادية على الحياة الاجتماعية. أثر سياسة محمد علي أدى إلى ظهور طبقات واختفاء طبقات. اختفاء الممالك كهيئة حاكمة، تداول علماء الأزهر والقيادات الشعبية، اختفاء التجار، ظهور الأعيان من كبار ومتوسط الملاك، ظهور عمال المصانع، ظهور البدو بشكل جديد. السؤال الثاني، بما تفسر لم يكن لمصر سياسة خارجية قبل تولي محمد علي؟ لأن مصر بتتبع السلطان العثماني وتتبع السلطان سلما وحربا. طب ما بعد تولية محمد علي كانت بتتبع السلطان العثماني برضه؟ لا يا باشا، ما محمد علي عمل لمصر سياسة خارجية. يعني انت عندك هنا في سؤال كامل لك، ما العوامل التي حددت سياسة مصر الخارجية في عهد محمد ايه؟ عهد محمد علي. ايه بقى العوامل؟ رغبة محمد علي في تكوين الرابطة العربية ضد الرابطة العثمانية، حيث بدأت هذه الرابطة مع بداية حروب الوهابية، ونمت مع حروبه في اليونان، وزادت مع اشتباكه في الشام مع السلطان، واصبحت اكثر الحاحا بعد السودان. خلاص. تمام يا باشا؟ تمام يا باشا. حاجة تانية عندك؟ شكرا، مع السلامة. تاني كده معايا، كان هناك علاقة بين نقط وتغير لقب حاكم مصر في القرن الكام؟ ال19. هنشوف مع بعض حد هيجاوب ولا لا. نفس السؤال، كان هناك علاقة بين نقط وتغير لقب حاكم مصر في بداية القرن ال20. سؤال تاني، كان هناك علاقة بين نقط وتغير لقب حاكم مصر في نهاية الربع الأول من القرن الكام؟ ال20. نهاية الربع الأول من القرن ال20. يا ريت نشوف كده مع بعض ونشوف ايه حد لو عايز يعرف يجاوب او يجاوب او يشترك معانا. انا معاكم اهو، الاسئله دي بتشتغل شويه وبتعمل نوع من انواع الايه الفكر. طيب برضو تمام،
هنتكلم بس النهارده عن دستور 1923 ونرجع نحط برضو بعض الاسئله الثانيه. لما نيجي نقول دستور 1923، دستور 1923 ماله يا استاذ؟ قال لك احتوى على كثيرا من النصوص. معلش انا هبدأ الاول على عكس كتاب المدرسة بالمزايا، هبدأ بالمزايا وبعدين نتكلم على ايه، على العيوب. نقول الاول المزايا. واحد، بنقول الحريات. اتنين، الحرمات. تلاتة، المساواة. اربعة، السلطات. طب كده عندي فيه حريات، حرمات، مساواة، سلطات، حريات كتيرة. ايه الحريات الكتيرة اللي عندي؟ في عندي حرية الرأي، حرية الرأي، في حرية الصحافة، في حرية الاعتقاد، ماشي، في حرية رأي، الناس تتكلم من غير خوف، الصحافة تكتب بحرية، الاعتقاد، الدين لله والوطن للجميع، حرية الأحزاب وتكوين الجمعيات، في، بس الكلام ده كله بيتم في ايه؟ في ضوء الأخلاق والعادات والقانون. في حرمة الملكية، ركز معايا في الحرمات، وفي حرمة المنازل، وفي حظر للرقابة على الصحف. حرمة الملكية، لا تنزع ملكية إلا لمنفعة عامة بعد تعويض أصحابها. المنازل، لا تنتهك المنازل إلا من خلال محامي الشعب نائب العام. حظر الرقابة على الصحف، ما نراقبش الصحف بصورة كبيرة تفقد مصداقيتها في انتقاد تصرفات الحكومة. المساواة، تمتع المصريين بالمساواة أمام القانون. المساواة في الحقوق المدنية والحقوق السياسية، حق قدام القانون، الجميع سواسية قدام القانون. الحق المدني، انت اتولدت في مصر تتعلم وتتعالج وتشتغل على أراضيها. سياسية، حق الترشح وحق الانتخاب. سلطات، سلطة قضائية، ماشي، نفصل بينهم. وفي سلطة تشريعية، وفي سلطة تنفيذية. هناخد تليفون معانا ونرجع لكم مرة تانية. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا حبيبتي. ايوه معاك يا سعاد. الو؟ الو. ايوه يا سعاد. عايزة اجاوب اصلا. هتجاوب على ايه بالظبط؟ طيب ماشي سعاد، ترجع لنا تاني ان شاء الله لما نرجع معاكم للايه؟ للسلطات. لما اتكلم عندي على السلطات عشان دي مهمة وانت كبير اهو. السلطات، في عندي السلطة القضائية، هنفصل بينهم. في عندي السلطة التشريعية، خلي بالك من السلطة التشريعية دي. في عندي السلطة التنفيذية، ركز معايا. السلطة القضائية دي بيطلعها القضاء خلاص، السلطة التشريعية بيتولاها الشعب من خلال نواب البرلمان، اللي هي بنسميها ايه؟ المادة 23، الأمة مصدر السلطات. خلي بالك، الله يخليك، دي مهمة جدا. السلطة التشريعية اللي بتطلع التشريعات والقوانين في دستور 23 بيتولاها الشعب، الشعب كله هيحكم؟ لا، نواب البرلمان، مجلس الشعب. المادة 23 بتقول الأمة مصدر السلطة. طب الأمة مصدر السلطة، الأمة طلعت قرارات، مين اللي هينفذ؟ الحكومة. طب الحكومة يا أستاذ بنسميها السلطة التنفيذية، مين اللي بيتولى الحكومة؟ الملك، من خلال ايه؟ الوزارة. طب والوزارة مسؤولة امام مين؟ البرلمان. تاني، الله يخليك في اللفة دي كده، ميزة جميلة جدا اهي. فصل السلطات الثلاثة، القضائية، التشريعية، التنفيذية. التشريعية بيتولاها الشعب من خلال نواب البرلمان، ان الشعب بيختار نوابه في البرلمان، والنواب دول هم الامة اللي بتطلع السلطات توديها للسلطة التنفيذية. مين اللي بيستلم الايه؟ الاوامر؟ الملك. يعني مين عبد المأمور؟ الملك. يعني مين اللي اعلى؟ الشعب. اعلى من مين؟ من الملك. الملك بيمارس مهامه في تنفيذ القرارات والتشريعات من خلال مين؟ الوزارة. طب الوزارة مين اللي هيحاسبها؟ ليست مسؤولة امام الملك، ولكن الوزارة مسؤولة امام البرلمان، وده اللي بنسميها الملك يملك ولا يحكم. بتاخدوها انتوا تقريبا في الجغرافيا، اسمها الملك يسود ولا يحكم. هي الملك يملك ولا يحكم، يملك تحويل القرار من التشريع للتنفيذ،
ولا يتدخل في التشريع ولا يحكم على مصداقية التنفيذ. بنسميها الملكيات الدستورية، النظام الدستوري. الملكيات الدستورية زي انجلترا كده مثلا، او ملكة انجلترا الملكية فيها دستورية ومجلس اللوردات بيشتغل والكل بيشتغل هناك بعيد عن الملك. الملك ما هو الا مجرد هيئة شكلية، فبنسميها الملك يملك ولا يحكم في النظام الدستوري او النظام الايه البرلماني ده. في مشاكل هنا معايا؟ انت قلت مزايا جميلة خالص اهي، اعيدها معاكم تاني. الله يخليكم نركز، ارجوكم تركزوا في دستور 23. الحريات نشوف تاني، الرأي، الصحافة، الاعتقاد، تكوين الاحساب والجمعيات، في ضوء الاخلاق والقانون والعادات والتقاليد، حرمات، ملكية، منازل، حظر الرقابة على الصحف، مساواة امام القانون والحق المدني والسياسي، فصل السلطات. هنفصل السلطات التلاتة. ايه هما السلطات التلاتة؟ قضائية، تشريعية، تنفيذية. تشريعية يتولاها الشعب من خلال النواب المنتخبين طبقا للمادة 23. الامة هي مصدر السلطة، الشعب اللي بيحكم. اذا الشعب سلطته كبيرة، هيطلع قرارات يديها للتنفيذ. مين بيتولى التنفيذ؟ الملك. الملك بينفذ ازاي؟ من خلال الوزارة. مين اللي بيحاسب الوزارة؟ مش الملك، لا البرلمان. الملك يملك ولا يحكم، يملك تحول القرار من التشريع الى التنفيذ، ولا يتدخل في التشريع، ولا يحكم على مصداقية ايه؟ التنفيذ. حاجات جميلة خالص زي الفل. بس كده؟ لا، ده انا اتكلمت عن مزايا دستور 23. هنكمل النصوص ونقول ايه عيوب دستور 23. ركز معايا كده، عيوب دستور 23. قال لك تدخل الملك لينتزع صلاحيات في دستور 23 تتيح له التحكم في شؤون الحكم رغم إرادة الأمة. اللجنة خلصت، لجنة التلقين خلصت، الملك دخل عليهم، خلصتوا يا جماعة الملك فؤاد؟ خلصنا. طب وروني الكلام ده، يعني معنى كده ان كنتوا وقفتوني بالكلام ده كده من غير اي سلطة. انا كده وقفت ايه؟ مجرد من كل انواع السلطات عندي. لا الكلام ده ما ينفعش، انا عايز اضيف حاجات جديدة. قالوا ضيف. راح الملك ضيف نصين. شوف بقى النصين، اصبح من حق الملك حل البرلمان إقالة الوزارة. ركز كده، اصبح من حقه حل البرلمان دون قيد او شرط مع إقالة الوزارة. يعني ايه يا استاذ؟ يعني الملك اللي بياخد الايه الاوامر من مين؟ من البرلمان. من حق الملك ان يحل البرلمان. اذا هنا الوقت الملك هياخد اوامر من البرلمان ولا هيدي اوامر للبرلمان؟ طبعا الملك هيدي اوامر للبرلمان، لان عضو البرلمان يهم وجوده في البرلمان اكتر ما يهم مصلحة الامة. فعشان الملك ما يحلش البرلمان ويخرج من البرلمان ويضيع مصلحته، ينفذ كلام مين؟ الملك. ومن حق الملك إقالة الوزارة مهما حازت على ثقة الشعب. فتعارضت هذه النصوص مع المادة 23 اللي كانت بتقول ايه؟ الأمة مصدر السلطة. طب ازاي الأمة مصدر السلطة دلوقتي؟ انت قلت حق الملك في حل البرلمان دون قيد او شرط، وحق الملك في اقاله الوزاره. اتعارضت هذه النصوص مع الماده كام؟ 23 اللي كانت بتقول الامه هي مصدر الايه؟ السلطه. فاصبح مين بقى؟ اصبح الملك هو مصدر السلطه طوال الحقبه الليبراليه. ازاي؟ بصوا معايا كده، لما اجي اقول عندي الحقبه الليبراليه دي، الحقبه الليبراليه بدأت من 1923 ل 1952، كم سنة؟ 28 سنة. من منذ صدور دستور 23 لحد ثورة يوليو، استحوذ الملك فيها بأكثر من 21 سنة. فأصبح الملك هو مصدر جميع السلطات. الله يخليكم نركز قوي كده. تبقى بنقول هنا دلوقتي تاني، أصبح من حق الملك في النصوص تاني حل البرلمان دون قيد أو شرط، إقالة الوزارة مهما حازت على ثقة الشعب. فتعارضت هذه المادة مع المادة كام؟ 23 التي تجعل الأمة هي مصدر السلطة. فأصبح الملك طوال الحقبة الليبرالية هو مصدر جميع الإيه؟ السلطات. حلو أوي كده، إحنا خلصنا دستور كام؟ 23. لما أجي أقول لك هنا بقى أسئلة وعايزك أنت تجاوبها معايا، اثبت صحة العبارات. واحد، احتوى
دستور 23 على نصوص متعارضة. ده سؤال اثبت. سؤال تاني، وضح أثر دستور 23 على الحياة السياسية منذ صدوره وحتى 52. السؤال ده ثانوية عامة 2016 كان عامل كارثة كبيرة. السؤال ده أنا قلت هنا إيه؟ اقرأ كده معايا. أثر ولا عصر ولا عصر؟ تلات إيه؟ أشكال من الكلام مختلفين أهو. أثر أثر دستور 23 الحياة السياسية في مصر منذ صدوره حتى 52. مش أنت قلت تدخل الملك لينتزع صلاحيات في الدستور تتلاوى التحكم في شؤون الحكم؟ الأمر الذي أثر. ما ينفعش أقول الأمر الذي أثر أو الأمر الذي آثر، إنما الأمر الذي أثر على نوع الحياة السياسية في مصر منذ صدور دستور 23 وحتى ثورة 52. تاني السؤالين معايا كده. أنا قلت السؤالين تاني أهو، احتوى دستور 23 على نصوص متعارضة. النقطة التانية، وضح أثر دستور 23 على الحياة السياسية منذ صدوره حتى ثورة سيلفيو. نشوف بقى بس مين اللي هيجاوب كده معانا. كان أسئلة كتير معانا أهو، هقراها لكم تاني آخر الحلقة مع بعض ونجاوبوا مع بعض. طيب انت عملت كده دستور 23 دخلت مصر الحقبة الليبرالية. سؤال صغير، احنا قلنا هنا ايه في اسئلة الاكمل؟ علاقة طبعا كلها علاقات في تغيير القاب حاكم مصر. طب ده برضو سؤال اكمل هنا برضو كده عشان بس ايه مش هنقول اختيارات بتاخد وقت. سؤال اكمل، قضت مصر تحت الحماية البريطانية نقط عام. ركز بقى كده معايا. مصر قعدت تحت الحماية البريطانية كام سنة؟ الحاجة التانية، لما نيجي نقول صدر تصريح 28 فبراير 1922 في عهد نقط فؤاد. طيب تمام، صدر تصريح 28 فبراير في عهد نقط فؤاد. تالت بقى عندي سؤال برضو يا ريت تخلي بالنا منه، قارن بين تصريح 28 فبراير 22 والفرمان الشامل 73 1873 كاستقلال ناقص. نخلي بالنا كده تاني الاسئله دي، قضت مصر تحت الحمايه البريطانيه نقط عام، صدر تصريح فبراير 22 في عهد نقط فؤاد، قارن بين تصريح 28 فبراير 22 والفرمان الشامل 1873 كاستقلال ايه؟ ناقص. كده احنا خلصنا دستور 23 واتكلمنا عن الدستور وعن اللي فيه، قلنا فيه مزايا وفيه عيوب، في الاخر كلها اسمها نصوص. لو قال لك وضح نصوص دستور 23 بتتكلم عن المزايا والعيوب الاثنين. احتوى على نصوص متعارضه هتتكلم على العيوب بس، المزايا بتتكلم عن المزايا ايه بس. لما اجي اتكلم على النتائج المترتبه على اصدار دستور 23، النتائج المترتبة على دستور 23 ايه؟ واحد، اجراء انتخابات. 24، اتنين، فوز حزب الوفد باغلبية ساحقة 90%، تأليف وزارة برئاسة سعد زغلول واطلقوا عليها وزارة الشعب. ركز في الكلمتين دول، فيهم كلام كتير جدا. طبعا انت بتقول دلوقتي انت عملت انتخابات، عملت انتخابات فاز فيها حزب ايه؟ الوفد 90%، نظرا لفوز الوفد تأليف وزارة برئاسة سعد زغلول وسموها وزارة الشعب. ناخد معانا زهراء من المنيا ونرجع لكم مرة تانية. السلام عليكم يا زهراء. السلام
عليكم السلام يا مستر. ازيك يا زهراء؟ الحمد لله. اتفضلي يا زهراء. انا عندي سؤال. اتفضلي. يعني هناك علاقه اختلاف بين سفر الوفد لباريس والاحتلال. العلاقه من ايه؟ علاقه اختلاف بين سفر الوفد لباريس والاحتلال. والوفد لما سافر باريس بنقول سد الطريق امام الوفد باعتراف كل الدول المجتمع بالحمايه. ايوه يعني معناه كده ان في علاقه هنا بالحمايه مش بالاحتلال، فاهماني؟ ايوه بالحمايه يعني. في علاقه هنا بتاكيد الحمايه. سفر سعد سد الطريق قدامه، اعترفت كل دول بالحمايه، ارسلوا لجنه منا للحصول على اعتراف من الشعب، وظل سعد خارج مصر. خلاص ماشي. حاجه ثانيه يا زهراء؟ ايوه اتفضلي. العلاقة بين فشل الوفد وأوضاع مصر السياسية. لما فشل الوفد فين؟ في باريس. طب قولي لي بقى فشل الوفد في باريس، أنا عندي 50 وفد كده لحد ما أخلص الفصل. لما هو الفشل فشل الوفد في باريس وأوضاع مصر السياسية. يظهر اللي فشل الوفد بنقول اعتراف الدول المجتمع بالحماية، تبقى ده كده على الحماية. إرسال لجنة ميلنر. ظل سعد زغلول خارج مصر يقود الحركة الوطنية. ارسال خطابات لعبد الرحمن فهمي لتنظيم الحركه في الداخل. ماشي ماشي. حاجه ثانيه انا عايز اجاوب اكمل الاول. عايز اكمل اللي معايا هنا. طيب ماشي، اكمل الاولانيه هي يا شيماء. كان هناك علاقه بين نقط وتغير لقب حاكم مصر في القرن 19. هنقول اول واحده اللي هي فرماسونيا 1867. برافو عليك ما شاء الله، 1867 شاطره. لقب ايه لقب اللي خده يا شيماء ساعتها؟ تغير لقب الخديوي السلطان من ولي الخديوي. لا من ولي الخديوي، ماشي من ولي الخديوي. طب السؤال الثاني يا شيماء، السؤال الثاني بقى خليكي شاطره كده وافتحي نفسي وحليهم. كان هناك علاقه بين نقط برضه وتغير لقب حاكم مصر في بدايه القرن العشرين. اللي هي بعد اللي هي الحرب العالميه الاولى. برافو عليكي ما شاء الله شاطره يا شيماء. اللي هي انتهى الدوله العثمانيه. لا شاطره شاطره ما شاء الله عليك. الثاني بقى يا شيماء. 28 فبراير. برافو. كان هناك علاقه بين نقط وتغلق بحاكم مصر في نهايه الحرب 28 فبراير. شاطره ما شاء الله. محافظه ايه يا زهراء؟ خلاص عايزه تحل الباقيين التانيين؟ استنى خدي لسه هنا في ايه؟ في عندي اختار اهو، حلي لي دول كده. اكمل. قادت مصر تحت الحمايه البريطانيه نقط عام. نعم مش عارفه اجمعها. ليه؟ طب بص في الثانيه كده. صدر تصريح ايه؟ ابعدي شويه عن التلفزيون. صدر تصريح فبراير 22 في عهد نقط فؤاد. في عهد السلطان فؤاد. طب شاطره ديك حليتي دي اهي، في عهد السلطان فؤاد. طب الاولانيه؟ لا. طب ليه؟ دي سهلة. أحل قارئ. إيه؟ قارئ. طب استني في دي الأول، حل بقى دي عشان إيه اللي باقية. هي مصر أصبحت تحت الحماية سنة كام يا شيماء؟ مش 1914؟ أيوه. وأسقطوا الحماية في تصريح فبراير 22 صح؟ أيوه. إذا المدة كام سنة؟ أيوه 1914. تبقى 8 سنين يا شيماء. 8 سنين. كويس والله يفتح عليكي. عايز تحل حاجة تانية؟ قارن. قارن حاضر اجيب لك قارن. ما فيش قارن معانا تقريبا يا شيماء، ما عملتش قارن. خلاص انت تصريح 28 فبراير الفرمان الشامل. طب ده كويس كده، الفرمان الشامل و 28 فبراير. اتفضلوا قولهم كده. الفرمان الشامل هو استقلال. قولي. الفرمان الشامل اصدر في عهد اسماعيل. اللي هو كان استقلال مصر التام للاحضان العثمانيه، اللي كان دفع الجزيه السنويه وعدم سرقه المدرعات وعدم تمام. فبراير استقلال مصر. أنا مشكور مصر مع التحفظات الأربعة. تأمين دفاع حماية السودان، شكرا يا شيماء متشكر قوي. عايز أجاوب حاجة تانية؟ لا شكرا. طب بص يا شيماء اقرا السؤال ده وحليه مع نفسك كده، لو عرفت بكلميني، أنا شغال معاك للساعة 2. خلاص. وضح أثر دستور 23 على الحياة السياسية منذ صدوره حتى ثورة يوليو، ماشي؟ لا ممكن تقول الثاني. أثر، وضح أثر دستور
23 الحياه السياسيه منذ صدوره وحتى ثوره يوليو 52. ماشي حلي بس كده وكلميني في الجزء الثاني من الحلقه. هناخد فاصل دلوقتي وهنرجع لكم تاني يا اولاد. طبعا بنقول زهراء ما شاء الله جاوبت عليها 6 نقط في اختيارات او في التكمله، والتكمله احيانا بيكون اصعب من الاختيارات، حاجه يعني جميله وحاجه تبسط. عدى منها نقطه، يا ريت كل الناس تبقى متابعه والناس كلها تبقى مركزه. الامتحان في الاختيارات بيكون مش ظريف ومش لذيذ خالص. السنه اللي فاتت اسئله علاقه جت في الاختيارات، مش عايزين حد يعدي منه حاجه. الله يخليكم ركزوا شويه، اعمل كل اللي انت عايزه. يعني دور في كل حاجه وروح عند اي حد واعمل اللي انت عايزه، بس في الاخر ادينا اللي احنا عايزينه. فاصل ثم نعود من جديد فانتظرونا. اعزائي الطلبه والطالبات الثانويه، اهلا بكم بعد الفاصل. كما تحدثت في بدايه الحلقه، شجره الحريه لا تروى الا بالدماء، ودماء المصريين ارتوت بها شوارع المدن الكبرى والاقاليم نظرا لسياسه انجلترا التعسفيه في استخدام القمع وابشع الصور ضد المصريين كما شاهدنا في الفاصل. وكما تحدثت في اول الحلقه عن سياسه العنف الانجليزيه التي اجبرت الشعب عن التوقف عن سياسه او ثوره العنف، ولكن هذه السياسه العنيفه لم توقف ثوره 19 بل غير الشعب نضاله الى المقاومه السلبيه. تمهيدا لما شرحناه وحتى وصلنا الى تصريح فبراير وحصول مصر على الاستقلال. حد يقول لي يا استاذ طب ما ده مش استقلال، طب احنا هنعمل ايه؟ انت بتفاوض انجلترا التي خرجت من اشد الحروب وهي الحرب العالميه الاولى، اشد الحروب ضراوه منتصره، كيف لمصر ان تفرض سيادتها على هذه الدوله؟ الامور صعبه ومستحيله. ايه اللي ممكن ناخده من انجلترا؟ حاجه واحده، اللي انجلترا توافق انها تدهن بس. انجلترا اصدرت تصريح فبراير والغت الحمايه وحصلت مصر على الاستقلال مع وجود تحفظات تضمن لانجلترا البقاء. يعني اللي يسالك كده حصلت مصر على الاستقلال، اوعى تقول 56، 56 ده بنسميه الجلاء. هنا بنقول الاستقلال، التفاوض بعد التصريح ليس على الاستقلال ولكن على التحفظات الاربعه. تمهيدا لذلك صدر دستور 23 واتكلمنا عن مزايا وعيوب دستور 23، وبدأت الحقبة الليبرالية الديمقراطية في تاريخ مصر منذ 1923 حتى 1952 ثورة يوليو. طيب تمام، انت قلت الأمة هي مصدر السلطات، عملنا انتخابات خدناها قبل الفاصل، فوز حزب الوفد بأغلبية ساحقة على كل الأحزاب 90%، تألفت وزارة جديدة برئاسة سعد زغلول وأطلقوا عليها وزارة إيه؟ الشعب. معلش أشرح معاكم حاجة بره الموضوع، بس الحاجة دي كل شوية هتقابلنا أقلية أغلبية ائتلافية، أقلية أغلبية ائتلافية، ما أناش فاهم أنا بشرح إيه. أنا عندي في أنواع الأحزاب، في أحزاب أغلبية وفي أحزاب أقلية. يعني حزب أغلبية، حزب أغلبية له قاعدة شعبية عريضة، يعني حزب محبوب باختصار كده، حزب محبوب ويحقق أغلبية في الانتخابات، كل ما يخش ينجح في الانتخابات ويسقط كل الأحزاب. طب حزب أقلية لا يحظى بتأييد شعبي ولا يحقق نتائج في الانتخابات بس خلاص. تبقى في حزب محبوب بسميه حزب اغلبيه، في الفتره دي حزب الاغلبيه هو الوفد، وكل الاحزاب ايه؟ اقليه، يعني ملاش ايه؟ شعبيه، وكل ما تدخل تسقط في الانتخابات. طيب في عندي وزاره اغلبيه، وفي وزاره تانيه اسمها وزاره ائتلافيه، وفي وزارة اسمها وزارة أقلية. خلي بالك بقى كده، ايه وزارة الأغلبية دي؟ وزارة الأغلبية دي تأتي بناء على انتخابات يحقق فيها حزب أغلبية البرلمان وتستمد الثقة من الشعب. تاني، وزارة أغلبية بتتعمل بانتخابات، يعني انتخابات بننتخب الوزارة؟ لا، بننتخب البرلمان، فبيجي حزب يحقق أغلبية في البرلمان، والحزب الذي يحقق أغلبية البرلمان هو حزب الحكومة
فيشكل وزارة وتسمى وزارة أغلبية، يعني شعب كتير عايزها وتستمد الثقة من الشعب. طب وزارة ائتلافية تتكون من أكثر من حزب، ما فيش حزب واحد بيحقق أغلبية، فبيجي ثلاث أربع أحزاب يسموها ائتلافية، دي أسوأ الوزارات. وزارة أقلية لا تأتي بناء على انتخابات ولكن تستمد ثقة الملك. هنا دي بقى محدش بيعملها انتخابات، الملك بيعينها على طول. تبقى في عنده وزارة أغلبية ائتلافية أقلية، وفي حزب أغلبية وحزب أقلية، وشرحت لكم الأنواع كلها عشان وإحنا شغالين يا أولاد محدش إيه يتلخبط ويحصل له مشاكل. طيب هنتكلم بقى على مين؟ على وزارة الشعب اللي هو سعد زغلول. سعد لما مسك الوزارة عمل إيه؟ عمل على ترقية كافة شؤون البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إزاي؟ واحد أو ألف، بالنسبة للتعليم زيادة ميزانية وزارة المعارف العمومية، عمل مشروع قانون تعليم إجباري للبنين والبنات، ب اهتم بالاقتصاد، فصل العملة المصرية عن الأجنبية، جميل. اتنين، بيع أراضي الحكومة للفلاحين. تلاتة، إحلال موظفين مصريين محل الأجانب. أربعة، تخليص الاقتصاد من الأجانب. طب جيم، بالنسبة للسودان زادت الحركة الوطنية الأمر اللي أخضب بريطانيا. أنا مش عايز أقول لك بقى تلعب صم، دول يتحفظوا صم. التعليم زود ميزانية وزارة المعارف، عمل قانون مشروع أو مشروع قانون تعليم إجباري للبنين والبنات، فصل العملة المصرية عن الأجنبية، باع أرض الفلاحين للحكومة للفلاحين، شال الموظفين المصريين الأجانب وحط مصريين، خلص الاقتصاد والسيطرة الأجنبية. شوف بقى جملة الأسئلة اللي حاطط لك على الوزارة دي، ركز بقى، كلها أسئلة ما العلاقة. لما أقول لك ما العلاقة بين، ايه العلاقة بين ايه؟ ركز معايا كويس واسمع. واحد، سياسة دانلوب ووزارة الشعب. اتنين، البنك الاهلي ووزارة الشعب. البيوع الجبرية ووزارة الشعب. سياسة اللورد دافرين ووزارة الشعب. خمسة، الوكالات التجارية ووزارة الشعب. ستة، الخديوي عباس حلمي الثاني ووزارة الشعب. شايف علاقة قد ايه؟ انا عندي هم دول، شوف علو، شوف كم الاسئلة قد ايه؟ اهي الصفحة دي اهي. تعليم اقتصاد، زود الميزانية، مشروع تعليم اجباري، فصل العملة، باع الارض، حل موظفين مصريين، خلص الاقتصاد من الاجانب، زود الحركة الوطنية في السودان لان ايه؟ تسعى الى وحدة وادي النيل من مرضى بريطانيا. ادي الاسئلة اهي. الاسئلة، شايف كم الاسئلة قد ايه؟ نشوف مروان وارجع للاسئله دي مره ثانيه. السلام عليكم يا مروان. الو، كنت عايز اجاوب على مستر السؤال. اي سؤال؟ اللي هو بما تفسر فشل مفاوضات سعد وامامه. طب لحظه واحده، هو ما كانش يفسر، هو كان اي صحه او خطا يا مروان؟ طب ممكن اقول انا في الاجابه؟ بص يا مروان، بص يا مروان اهو السؤال الثاني، وطي التلفزيون بس شويه. اي صحه او خطا العباره التاريخيه فشل سعد زغلول في عرض قضيه استقلال؟ لا، فشل مفاوضات اهي. كان هو فين؟ في التفاوض. يا مروان، اي صحة او خطا؟ كان فشل سعد زغلول في التفاوض مع ميلنر سبب في حصول مصر على الاستقلال، هو ده؟ لا، بسبب اصرار بريطانيا على تحويل الاستقرار لمصر استقرار شكلي. طب مش هو ده السؤال يا مروان؟ هو انت السؤال بتاعك كان ايه بالظبط اللي انت فاكره؟ اللي هو بما تفسر فشل مفاوضات سعد وميرنر، ممكن اقول الاجابه؟ اهو
بص معايا اهو، والسؤال الاحمر ده اللي تحت ده ايد صحه او خطا، مش فسر. فشل سعد زغلول في مفاوضاته مع لجنه ميلنر، صح ولا غلط؟ صح. صح ليه؟ لتولي بريطانيا مهمه حمايه المصالح الاجنبيه والاقليات بمصر. معاك كتاب مدرسه؟ اه معايا. افتح. ماشي تمام. هات لجنه ميلنر. ايوه ماشي. بسرعه يا مروان. ماشي هو تمام. في صفحة 45. صفحة كام؟ صفحة 74. 74 ها؟ طب مكتوب عندك مفاوضات الشعب مع لجنة ميلنر صح؟ ايوه صح. طب بعدها مكتوب ايه؟ هات مفاوضات سعد كده؟ بعد بعد مراحل المفاوضات المصرية البريطانية. ايوه. 75 ها؟ مكتوب ايه؟ مفاوضات سعد ايه؟ انتهى بالفشل. لا لا العنوان مكتوب مفاوضات سعد ايه؟ مفاوضات سعد مع ميلنر. مفاوضات سعد ميلنر صح؟ ايوه. طب ايه العنوان اللي قبليها، اللي قبل المفاوضات، مراحل المفاوضات، مفاوضات الشعب مع ايه؟ مفاوضات الشعب مع ميلنر، مع لجنه ميلنر، مع لجنه ميلنر. ايوه صح كده؟ صح. طب العنوان الثاني، تاني مفاوضات سعد مع ايه؟ مفاوضات سعد مع ماكدونالد. يا جدع ما لسه نفس الاولانيه اللي انت قاريها من شويه، سعد مع ميلنر. ايوه اقراها لي بالظبط، مفاوضات سعد مع لجنه ميلنر ولا مع ميلنر؟ مع لجنة ميلنر. يا جدع لا مع سعد مع ميلنر، اما السعد مع لجنة ميلنر. اسمع الله عليك. بص بقى السؤال هيعمل ازاي عشان السؤال ده يصدمك شويه. فشل سعد زغلول في مفاوضاته مع لجنه ميلنر، تقول لي العباره غلط يا استاذ، ده ما فوضش اللجنه، ده فوض ميلنر لوحده. ايوه فهمت. ايوه شفتها. ايوه فوض ميلنر ولا اللجنه؟ لا فوض ميلنر على طول. طب جميل، انا كاتب هنا في السؤال فشل مع لجنه ميلنر. ايوه طبعا هتفرق كتير. هتفرق طبعا. هو سعد هيفاوض اللجنه كلها ليه؟ اللجنه جايه للبلد كلها، انما سعد لما يجي يفاوض هيفاوض لجنه زي ده، القطه مش هتشيلهم، فهيفاوض ميلنر لوحده. ايوه تمام كده يا باشا. طب هو لو قال لي بما تفسر فشل مفاوضات سعد مع ميلنر، ما دي بقى قصه ثانيه انت مجاوبها صح. بقى انا بتكلم في الحاجه السهله دي، خلينا في الصعبه دلوقتي. هي دي مش صعبه قوي، بس هي مش ملفته للنظر، محدش متدرب عليها. تمام يا مستر. فهمتني كده يا مروان؟ فهمتك يا مستر. يا مروان معاك اهو. لو قلت لك فشل مفاوضات الشعب مع لجنه ميلنر تقول لي اه صح فشلت. طب فشل سعد مع لجنه تقول لي غلط، ده فشل مع ميلنر مش مع اللجنه، لان سعد فاوض ميلنر لاصراره على الاستقلال التام ورفض ميلنر لتحول استقلال ايه سوري. تمام يا مروان؟ تمام. عايز تجاوب حاجه ثانيه؟ لا الف شكر. ماشي يا حبيبي، مع الف سلامه. معايا يا اولاد؟ طيب نرجع لوزاره الشعب هنا، احنا اتكلمنا عن وزاره الشعب سعد زغلول، التعليم لاقتصاد السودان. اجراءات كثيره واصلاحات مهمه جدا، وانتم بقى حرين. احنا بنقول لما الواحد والله لسانه بينشف وبنفضل معاكم لاخر السنه وبرضه بتعملوا اللي انتم عايزينه واللي بيقول عليه مهم محدش بيركز عليه، وفي اخر السنه انتم حرين. الحاجات دي مهمه، مهمه جدا. وزاره الشعب فيها تعليم وفيها اقتصاد وفيها السودان. وزاره الشعب دي بتاعت مين؟ سعد زغلول. ادي اجراءات سعد قلتها مرتين ثلاثه. الاسئله اللي عليها بقى، شايف كم الشرح؟ الاسئله اكتر منه. ما العلاقه بين سياسه دلب ووزاره الشعب؟ ده الفصل الكام يا استاذ؟ دلب ده الثالث، شعب الرابع، البنك الاهلي الثالث، الشعب الرابع، بيوع الجبريه الثالث، دفرن الثالث، الوكالات التجاريه الثالث، عباس حلمي الثالث. يعني هنا في رابط علاقه بين فصلين، في علاقه بين فصلين. ما العلاقه، ما الارتباط بين كذا وكذا؟ وجت في الامتحان وقلب عندك في 2017 دور ثاني هتلاقي الكلام ده موجود. والسنه اللي فاتت البنك الاهلي، فنخلي بالنا. انت بتتجاوب ازاي دي يا استاذ؟ لما اقول لك العلاقه بين سياسه دلب ووزاره الشعب، يقول لك دلب اهمل وطور التعليم، وتشرح سياسه دلب مما جعل سعد يزود ميزانيه وزاره المعارف ويعمل مشروع تعليم اجباري. العلاقه بين البنك الاهلي والشعب او وزاره سعد، البنك الاهلي اصدر العمله وربط العمله بالايه؟ المصريه بالانجليزيه. سعد فصل العمله المصريه على الاجنبيه. العلاقه بين البيوع الجبريه والشعب، البيوع الجبرية اعطت حق للدائنين من بنوك ومرابين السيطرة على الاراضي ووفاء للديون نظرا لعجز الفلاح عن السداد. سعد باع الارض للايه؟ للفلاحين. علاقة دفرن بسعد، دفرن طبع الادارة في مصر بالطبع الانجليزي في معارف باسم سياسة النجلزة. سعد احل موظفين مصريين محل مين؟ الاجانب. الوكالات التجارية وسعد، الوكالات التجارية سيطرت على الاقتصاد نظرا لفرض القيود على الانتاج والتسويق وارتفع شأن الوكالات ولم يعد للدولة سوى الاشراف على السوق وبدأ استثمار الأموال وإنشاء البنوك. سعد خلص الاقتصاد من السيطرة الأجنبية. العلاقة بين عباس حلمي التاني وسعد،
عباس حلمي وقع اتفاقيه الحكم الثنائي المشترك بشان السودان مع انجلترا. سعد في عهده زادت الحركه الوطنيه في السودان مما اغضب بريطانيا التي كانت ترمي فصل مصر عن السودان. الله يخليكم، مهمه جدا الحته دي ونخلي بالنا منها كويس قوي. وزاره الشعب كلها قد كده ما تجيش ثلاث سطور في كتاب المدرسه، عليها ست اسئله علاقه، نص الاسئله من الفصل الثالث والنص منين؟ من وزاره الشعب. ودايما لما بيسال ما بيقولش وزاره سعد، بيقول وزاره الشعب، لان الشعب اللي اختار سعد ونجحه فين؟ في الانتخابات، وبناء عليه الف حزب الوفد ايه؟ الوزاره التي نجحت في هذه الاشياء. طيب تمام. لما اجي اقول سؤال صغير بقى، نتائج سياسه وزاره الشعب، ايه نتيجه السياسه دي؟ حصل ايه؟ بنقول طبعا اول حاجه اشتعلت الحركه الوطنيه في السودان. اتنين، غضب انجلترا. ليه؟ لانها كانت ترمي لفصل مصر عن السودان. تمام. الحركه الوطنيه زادت في السودان عشان نحقق وحده الايه؟ مصر ووادي النيل والجلاء وتحقيق الاستقلال لمصر والسودان. انجلترا طبعا ايه؟ زالت لانها ترمي فصل مصر عن السودان. طيب ندخل بقى في حاجه جميله وبسيطه وايه؟ مهمه. ايه الحاجه دي؟ مفاوضات سعد ماكدونالد. شوف انا قلت سعد ماكدونالد، ما قلتش مع لجنه ماكدونالد. مين ماكدونالد ده؟ ماكدونالد ده رئيس وزراء بريطانيا، وسعد رئيس وزراء مصر. فبنقول المفاوضات هنا جميله وعاليه اهي، مفاوضات مستواها عالي. اول حاجه بنقول في المفاوضات دي، دي اول مفاوضات ظهرت في ظل الحكم الدستوري. سعد عاوز ايه؟ استقلال تام. طيب ماكدونالد اصر على ايه؟ التدخل في سياسة مصر الداخلية، السيطرة على سياسة مصر الخارجية، بقاء قوات في السويس. كلام بسيط خالص اهو. لما قلت تاني كده معايا، ماكدونالد ايه رايه؟ سعد قال لماكدونالد اطلب اي حاجه الا بقاء انجلترا في مصر، انا عايز استقلال تام. ماكدونالد قال له طب بص، انجلترا هتتدخل في كل امور مصر الداخليه وتسيطر على شؤونها الخارجيه وتفضل قوات انجليزيه في السويس. طيب سعد عمل ايه؟ رفض. طب نتيجه للرفض فشل المفاوضات. طب نتيجه لفشل المفاوضات، ركز في الكلام ده كده، بنقول اغتيال السيرلي ستيك قائد عام الجيش المصري اللي في السودان. تاني كده معايا، رفض سعد هذه المفاوضات مما ادى لفشلها، اغتيال السيرلي ستيك قائد عام الجيش المصري في السودان. اللي حصل، سردار ستيك او السيرلي ستيك قائد الجيش المصري في السودان، متطرفين مصريين وطنيين طبعا لما لقوا ان ماكدونالد رفض ادينا الاستقلال، فقال لك نوع من انواع الضغط على انجلترا، هنعمل ايه؟ نقتل القتيل ده. قتلوا الايه؟ السيرلستاك او السردار، كان هنا في شارع القصر العيني، هو يقود الجيش المصري بس كان هنا في القصر العيني، شارع القصر العيني هو كان موجود فيه. الجيش في السودان، متطرفين مصريين وطنيين، قتلوا الراجل. بمقتل السيرلستاك حصلت كارثه مروعه. ايه النتيجه المترتبه على القتل ده؟ أول حاجة بنقول إنجلترا وجهت الإنذار لسعد زغلول. إيه الإنذار ده يا أستاذ؟ طبعًا أول ما حصل الكلام ده قدموا إنذار لسعد زغلول. قالوا إيه في الإنذار؟ واحد، مصر تدفع قد إيه؟ نص مليون جنيه غرامة. اتنين، سحب الجيش المصري من السودان. تلاتة، التهديد بضرب واحتلال الجمارك في الإسكندرية. إرغام سعد على الاستقالة، وجا مكانه أحمد زيور باشا وقبل الإنذار.
تاني واحدة واحدة. احنا اخر حاجة قلناها هنا فشل مفاوضات سعد مع ماكدونالد لإصرار انجلترا على التدخل في السياسة الداخلية والسيطرة على السياسة الخارجية مع بقاء قوات انجليزية في السويس. سعد رفض ففشلت المفاوضات. اغتيال السير لستاك قائد الجيش المصري. متطرفين مصريين وطنيين شكوا ان اغتيال السير لستاك هنا هيضغط على ماكدونالد لإعطائنا الحكم الايه؟ للجلاء والغاية التحفظات. لما اتوا القتيل ده انجلترا طبعا اتبسطت. ازاي؟ وجهت لسعد انذار شديد اللهجة عشان القتيل ده. مصر تدفع نص مليون جنيه غرامة من القتيل، تسحب الجيش المصري من السودان وده اللي عايزاه انجلترا، التهديد بضربه واحتلال جمارك الاسكندرية، ارغام سعد هنا على تقديم الاستقالة وجا مكانه احمد زي ورباشا الذي قبل الانذار. طيب تمام، قبل ما نتكلم عن زيور ووزارته وانتكاس الحركه الوطنيه نشوف هشام. سلام عليكم يا هشام. ازيك يا مستر؟ الله يخليك يا هشام. انا بشكر حضرتك على التعامل اللي حضرتك بتعمله معانا. تحت عملك يا هشام تولادي. استاذنك اجاوب على السؤال اللي حضرتك عرضته. انهي السؤال فيهم؟ اللي هو اثر على الدستور 23. وخلاص الاسئله قربت تخلص. ايه؟ وضح. انا عندي اجابتين. اثر شوفوا طلع على الشاشه معاك اهو، شوفوا على الشاشه معاك. تمام. استمر. اثر دستور 23 على الحياه السياسيه منذ صدوره حتى 52. اتفضل. انا عندي اجابتين. اول اجابه ممكن اقول اثر على النور الحياه السياسيه في مصر منذ ثوره 23 يوليو 1952. تمام. في برضه اجابه ثانيه ممكن برضه اقول ايه؟ احتوى على نصوص تجعل الامه هي المصدر للسلطه، ماده 23 والنصوص هي الاخرى التي تعطل هذه الماده. ثم عطل الدستور الملك حط البرلمان. تمام. دون قياده ودون شرط. تمام. صح كده؟ التانية هي اللي صح. اللي هي العيوب يا هشام. التانية اللي هي العيوب. تمام. اللي هي العيوب. ايوه. ده جه في 2016 ده في الامتحان عمل كارثة مروعة. تمام. هو فين السؤال لف في مصر؟ لا مش لف، بص هي المشكلة في كلمة أثر دي. الطلبة لما قروها قروا أثر، ما قالوش أثر. لا هي أثر. هو أثر بقى بتيجي في الشكل الجملة بيعرفها. لما لك الملك تدخل في دستور 23 لينتزع صلاحيات تتيح له التحكم في شؤون الحكم الأمر الذي أثره. إنما لما أجي أبدأ بقى الجملة هنا الطالب ممكن مش عارفها وبعدين ما كانش متشكلة. كمان تمام. فهمني كده؟ فهي القصة هنا في كلمة أثر دي. وأنا عندي طبعًا شكلها أثر وشكلها أثرة وهي أثر. فطبعًا بنقول اللي أنت قلت العيوب اللي هو النصوص المتعارضة، حق الملك في حل البرلمان وإقالة الوزارة، فتعارضت مع المادة 23. فاصبح المتحكم الفعلي طوال الحقبه الليبراليه مين؟ الملك. تمام. انا عندي بس مساواه يعني عيوب. ايه؟ يعني معنى كلمه مساواه يعني عيوب؟ اقول عيوب دستور 23؟ ايه مساواه دي؟ هو بيقول المساواه دستور 1923، اقول انا عيوب؟ المساواه. لا ده دي في نصوص اسمها المساواه نفسها. تمام. مش احنا عندنا قلنا في الاول خالص عندي يا هشام في عندي بالنسبه لنصوص دستور 23 قلنا في الحريات، في الحرمات، في المساواة، في فصل السلطات. تمام. ايه؟ تمام. فصل الدستورات السلطة التشريعية اللي هم الثلاث تنفيذيات التشريعية والقضائية. ايوه يا حبيبي انا معاك. تمام. بس انت عندك النصوص نفسها، معلش بس بدور لك عليها. النصوص نفسها مش احنا قلنا النصوص فيها اكتر من نص اهي. بص معايا كده. ايوه مش سامع حضرتك. في عنده حريات، في عنده حرمات، في مساواة، في فصل السلطات. تمام. فلما اقول لك مساواه دستور 23 هو يقول لك ايه؟ بس ما يجيش بالطريقه يقول لك وضح احتوى دستور 23 على الكثير من نصوص المساواه. او التي تعمل على المساواه بين المصريين، فاهمني؟ فهتقول المساواه امام القانون والتمتع في الحقوق المدنيه والسياسيه. خلاص؟ تمام. حاجه ثانيه يا هشام؟ ربنا يخليك يا مستر، الف شكر لحضرتك. تحت امرك يا حبيبي، متشكر قوي. تحت امرك. مع الف سلامه. طبعا جميل قوي. يعني يعتبر الاسئله اللي قلناها النهارده كلها ايه؟ الطلبة كلها ما شاء الله ما سابتش حاجة منها، يعني مفيش غير سؤال واحد اللي باقي. طيب هنبدأ نتكلم برضو هنا بعد اغتيال السير لستاك. حادثة السير لستاك حادثة مروعة في تاريخ السياسة، ألحقت ضررا فادحا بالقضية المصرية في هذه الفترة. انجلترا هنا تسبب لها هذا الإنذار في يعتبر مأزق سياسي، ولكن استغلته استغلالا جيدا لصالحها في إسقاط أول وزارة منتخبة من قبل الشعب وهي وزارة سعد باشا زغلول. ليأتي أحمد زيور باشا وتنطفئ جزوة نيران الحركة الوطنية. تمام. نحط كده عنوان ونقول انطفأت جزوة الحركة الوطنية بعد اغتيال
السردار. انطفأت جزوة الحركة الوطنية بعد اغتيال السردار. يعني يا أستاذ انطفأت جزوة الحركة الوطنية؟ لما أقول دلوقتي يا أستاذ عندي اللي جاء في الوزارة مين؟ أحمد زيور زائد الملك حكم حكم ديكتاتوري، استغل الصدام اللي بين الوفد والإنجليز، حل البرلمان نفس يوم انعقاده، تدخل الإنجليز وإجراء انتخابات وتأليف وزارة ائتلافية على يد عدلية. كان هرجع لكم تاني ونعديه تاني بالتفصيل. معانا تليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. الله يخليك، اتفضلي. حضرتك انا عايزه اجاوب على اسئله اي صحه او خطا العباره. اي صحه او خطا عندك ايه؟ واحد فشل سعد زغلول. كان فشل سعد زغلول في عايز العرض الاولاني. طب ماشي. هتبقى غلط غلط حيث قامت انجلترا بالافراج عن سعد زغلول والسماح له بالسفر الى باريس لعرض قضيه مصر على مؤتمر الصلح. جميل. طب العباره هنا غلط. هو ما فشلش، هو فشل في الحصول على الاستقلال صح؟ ايوه. انما ما فشلش في عرض ايه القضيه. برافو عليك يا بنتي، كويسه. الله يفتح عليك. تاني معلش يا اميره، فشل سعد في عرض قضيه الاستقلال على مؤتمر الصلح، فشل؟ ايوه. تبقى غلط عشان قام بالافراج عن سعد زغلول والسماح له بالسفر الى باريس وعرض القضيه. وعرض القضيه بس ايه؟ أيه. فشل في الحصول على الاستقلال. فشل في عرض الاستقلال. طب تمام، السؤال الثاني احنا قلناه. تمام، السؤال اللي بعديه. كان إيه؟ فشل سعد زغلول في التفاهم مع ميلان سببا في حصول مصر على الاستقلال. اه صح ولا غلط؟ هتبقى صح. فشل وبعد كده تم نفي لجزيره سيشن تمهيدا لاعلان تصريح 28 اللي هو اعلن الغى الحمايه البصريه على مصر واعلن مصر دوله مستقله ذات سياده. الله يفتح عليك يا اميره، ما شاء الله ما شاء الله. كويس يا اميره، الله يفتح عليك يا حبيبتي. ماشي. حضرتك إيه؟ ايوه حضرتك، عندي سؤال. اتفضلي. هناك علاقه تشابه بين علاقه المماليك بالعثمانيين والفرنسيين بالمماليك. هناك اثبت ده ولا ايد ولا فسر ولا ايه؟ لا هو السؤال كده، هناك علاقه تشابه، وضح. هناك علاقه تشابه بين علاقه المماليك بالعثمانيين. المماليك بالعثمانيين. اه. والمماليك بالفرنسيين. المماليك بالعثمانيين دايما كانت علاقه صراع بينهم. تمام. والدليل حركه علي بيك الايه الكبير اللي استغلها طبعا نظرا لضعف السلطان، وفي الاخر افشلتها الدوله الايه العثمانيه. اي. وعندي علاقه المماليك بمين؟ بالفرنسيين. علاقه ايه برضو؟ برضو علاقه صراع في صراع في شبر خيط وفي امبابه في دور مراد بيك في الصعيد لاخراج الحمله الايه الفرنسيه. ماشي. عندك حاجة تانية؟ أيوة سؤال تاني آخر واحد. اتفضلي. ما العلاقة بين المماليك وبلاد الشام؟ إيه العلاقة من المماليك وبلاد الإيه؟ الشام. من ناحية إيه؟ مش عارفة، هو السؤال كان كده فأنا مستغربة إن الشام موجود. السؤال ده في كتاب خارجي ولا إيه؟ آه. طيب جميل. العلاقة بين المماليك وبلاد الشام. هو السؤال يعني المفروض يبقى أكتر وضوحًا شوية. لما نيجي نقول علي بيك الكبير، فاكره؟ ايوه فاكره علي بيك الكبير. حركه علي بيك الكبير لما بدات نجح في الانفراد في الاول صح؟ ايوه صح. وضم الحجاز وعسير ونجد والشام ودمشق بمساعده ابو الدهب، صح كده؟ ايوه نجح. ايوه ضم. فنقدر نقول ان نفوذ علي بيك الكبير استطاع ضم الحجاز والشام ودمشق، ولكن فشلت حركته. اذا نفوذ المماليك وصل للشام ولا ما وصلش؟ ايوه وصل للشام في عهد علي بيك الكبير. حاجه ثانيه يا بنتي؟ شكرا يا استاذ، تحت امرك، مع الف سلامه. طيب وصلنا هنا. انطفأت جزوه الحركه الوطنيه بعد مقتل السير لستاك او استردار. ان احمد زيور حكم رئيس الوزراء، الملك حكم حكم ديكتاتوري مستغلا الصدام بين الوفد وايه والانجليز، حل البرلمان في نفس يوم انعقاده. لا يا استاذ بقى فوق شويه، ازاي حل البرلمان في نفس يوم انعقاده؟ ده البرلمان معمول بقاله سنه. ما هو في حاجات هنا سقطه معلش شويه. طبعا احمد زيور اول ما حكم حل البرلمان الوفد اللي هو كان ناجح بنسبه 90%، الملك قال له اعمل انتخابات عشان نخلص من الوفد. عمل انتخابات، لما عمل انتخابات
تكاتفت فيها كل الاحزاب منعا للانقسام هنا، والشعب ساند مين؟ الوفد. نجح الوفد. الملك بيكره مين؟ الوفد. فحل البرلمان في نفس يوم انعقاده. هنا ده برلمان جديد، ده برلمان جديد. طب لما حل البرلمان في نفس يوم انعقاده، هل خالف دستور 23؟ لا، لم يخالف دستور، ولكن دي بنسميها بدايه عبث الملك بالدستور والحياه الدستوريه وانتهاك واضح للحياه الدستوريه. هنا بقى فعلا الملك اثر على الحياه الدستوريه، الملك اثر على الحياه السياسيه. حل البرلمان. لما حل البرلمان برضو كتابنا ما وضحش، الشعب صرخ وخرب الدنيا، بدات ثوره الشعب المصري. الكتاب ما قالش، بس احنا هنا لازم نقول، لان مين اللي اتدخل؟ تدخل الانجليز وتهديد الملك بالقوات المسلحه، على تدخل الانجليزي السافر ضد الملك. ليه؟ لان الملك عطل الحياه النيابيه. يا راجل، هي انجلترا عايزه الحياه النيابيه ترجع؟ اه، لان الشعب لما هجيري ولا ولا الدستور هنا عطل مصالح الانجليز وبطل شغل، فاجبرت انجلترا الملك على عوده الحياه النيابيه. ركز في ده عشان في الكتاب مش مفهومه. التدخل الانجليزي السافر بالقوى العسكريه وتهديد الملك، لان الملك عطل الحياه الدستوريه والنيابيه، واجبار انجلترا الملك على عودة الحياة النيابية. انجلترا اللي اجبرت الملك على عودة الحياة النيابية، رجع الحياة النيابية تاني. طبعا بالالغام الملك عمل انتخابات. مين دايما برضو اللي بيفوز؟ الوفد. مين اللي ألف الوزارة؟ تدخل الانجليز لمنع سعد من تشكيل الوزارة. امال مين اللي ألف الوزارة؟ عمل وزارة ائتلافية على برلمان وفدي على يد عدلي باشا يكن، ويسموها وزارة ائتلافية، وبدأ الملك في تحريض احزاب الاقلية على الائتلاف لعودة حكم حكومات الايه؟ الأقلية. النقطة دي مهمة أوي أوي أوي، نخلي بالنا منها الله يخليكم، ماشي؟ طيب، لما الملك بدأ يحرض أحزاب الأقلية على حزب الإيه؟ على حكم الائتلاف، على حكومة الائتلاف، بدأ الملك يرجع عندي حاجة اسمها حكومات الأقلية، ونبدأ نتكلم على حاجة اسمها أزمة الوزارة. أزمة الوزارة. هو طبعا ما فيش عنوان واضح في الكتاب اسمه أزمة الوزارة، بس نظرا لتعدد الوزارات اللي جاية فبنسميها أزمة، ماشي، نوع من أنواع التبسيط. أول وزارة عندي واحد بنقول وزارة محمد محمود. أطلقوا على وزارة محمد محمود إيه بقى؟ وزارة القبضة الحديدية، عطل الحياة النيابية، عطل الحريات الشخصية. طب تمام، الكلام ده امتى؟ 1928. تبقى وزارة محمد محمود بنقول عليها من وزارات الأقلية، من وزارات الأقلية، أي تستمد الثقة من الملك. محمد محمود ما جاش بانتخابات، محمد محمود وزارته سموها وزارة القبضة الحديدية زي كيتشنر وزي كرومر، عطل الحياة النيابية، قال مفيش مجلس نواب، وكان ساعتها بيقول 3 سنين ولما نفتح هنقفل تاني، عطل الحريات الشخصية، الرأي والصحافة والاجتماعات والمظاهرات، يعني نقدر نقول إن البلد فعاده كان سجن كبير. مش محمد محمود 29، ما كملش. جميل. جت بعديها وزارة تانية اسمها وزارة إيه بقى؟ 2 إسماعيل باشا صدقي. اسماعيل صدقي قالوا عليه ايه ده؟ تغير. وزارة اسماعيل صدقي دي كانت تعتبر تغير لصالح الاوتوقراطية، يعني الحكم الفردي. عمل ايه؟ حل البرلمان الوفدي. 2 الغاء دستور 23. 3 اصدر دستور جديد 30 زود فيه صلاحيات الملك، مما ادى لاشتعال، او بنقول اشتعل الصراع الحزبي. من اجل عوده الدستور. واحده تاني كده، اسماعيل صدقي تغير لصالح النظام الاوتوقراطي. حل البرلمان الوفد اللي نجح من شويه، لغى دستور 23، اصدر دستور 30، زود فيه صلاحيات الملك، اشتعل الصراع الحزبي بينه وبين ايه؟ الوفد لعودة الحياة الدستورية. الكلام ده كان سنة كام؟ 1930. مهم قوي. تبقى محمد محمود واسماعيل صدقي وزارتين سهلين، بس فيهم سؤال صغير. ايه السؤال الصغير؟ سؤال صغير بيعمل مشكلة. لما نقول هنا بما
تفسر تدهور الحياة السياسية في مصر منذ عام 1928. هو نفس السؤال، تدهور الحياة السياسية منذ عام 1930. إذا ما كنتش حافظ التاريخ عمرك ما هتعرف تحدد إن دي وزارة محمد محمود ولا دي وزارة إسماعيل صدقي، فلازم تكون عارف التاريخ الله يخليك عشان تعرف توصل ليها. طيب الوزارة اللي بعد كده وزارة مين؟ توفيق نسيم. طب وزارة توفيق نسيم، في عهد وزارة توفيق نسيم إيه اللي حصل؟ بنقول توتر الوضع الدولي. الوضع الدولي حصل فيه مشاكل، ليه؟ نظر الاحتلال إيطاليا الحبشة 1935 واقتراب الحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الثانية هتقوم. طب إيه اللي حصل؟ حزب الوفد عند بره الحكومة أراد أن ينظم العلاقة مع إنجلترا في الحرب بشأن التحفظات الأربعة، وحتى لا يحدث ما حدث في الحرب العالمية الأولى. واحدة واحدة كده معايا، أنت قلت إيطاليا دلوقتي كبرت شوية، إيطاليا احتلت إيه؟ الحبشة 1955، ده وضع دولي، إيه علاقة توفيق نسيم بيه؟ هو طبعًا الوضع الدولي انعكس عليا هنا. لما احتلت إيطاليا الحبشة 1955 اقتربت الحرب العالمية الثانية. مصر هتشترك، بمزاجك هتشترك؟ غصبًا عنك هتشترك. فأراد حزب الوفد وبره الحكومة بره السلطة أن ينظم العلاقة مع بريطانيا بشأن التحفظات الأربعة. يعني إحنا هنعمل معاك معاهدة، أنظم العلاقة يعني أعمل معاهدة. أعمل المعاهدة بتقول إن مصر تساعد إنجلترا في الحرب العالمية الثانية مقابل إن إنجلترا بعد الحرب تلغي التحفظات الأربعة. موقف إنجلترا قال لك رفض. من اللي رفض؟ وزير خارجية إنجلترا صامويل هور. رفض وزير خارجية بريطانيا سمول هور وقال ان بريطانيا تفضل التعامل مع مصر بحرية وبغير قيود. لا لا لا، مش عايزين نعمل معاهدات مع حد. ان بريطانيا تفضل التعامل مع مصر بحرية وبغير قيود. عندئذ ازدلعت المظاهرات وزادت الاشتباكات وبدأت البلاد تموج في ثورة اللي هي ثورة ايه بقى؟ الاسم مهم، ثورة نوفمبر 1935. ثورة نوفمبر 1935. تاني معايا، في عهد وزارة توفيق نسيم توتر الوضع الدولي، ايطاليا احتلت الحبشة 1935، تلبدت الاجواء منذ منتصف الثلاثينيات بغيوم حرب عالمية جديدة، الامر الذي ادى الى ان بدأ حزب الوفد يتحرك لتنظيم العلاقة مع بريطانيا في الحرب العالمية الثانية بشأن التحفظات الاربعة. هنعمل معاهدة تضمن لبريطانيا مساعدة مصر مقابل ضمان مصر من انجلترا الغاء التحفظات بعد الحرب. بريطانيا رفضت، قالت ان بريطانيا تفضل التعامل مع مصر بحرية وبغير قيود، اللي هو ايه؟ صامويل هور. طب النتيجة، اندلعت ثورة الشعب في نوفمبر 35 وبدأت البلاد تموج بالمظاهرات وتعطلت المواصلات، فوافقت انجلترا. وافقت انجلترا على ايه؟ على عقد المعاهدة، وقدم توفيق نسيم الاستقالة، وهيجي مكانه طبعا كلف الملك مكانه علي باشا ماهر. طبعا اندلعت المظاهرات وبدأت البلاد تموج بالثورة وزادت الاشتباكات مع البوليس وتعطلت المواصلات، وتألفت جبهة وطنية لعدد الدستور 23. طب انجلترا تعمل ايه؟ وافقت على عقد المعاهدة، بس مع كل الأحزاب، كل الأحزاب تيجي عشان لا تتضمن الكثير من المزايدات. وفي الاخر توفيق نسيم قدم الاستقالة، وجاء الملك كلف علي ماهر بعقد الايه؟ المعاهدة، او تكلفه بالوزارة لتنظيم شكل العلاقة مع بريطانيا. سلام عليكم يا شيماء. وعليكم السلام. اتفضلي. هو ممكن سؤال، هو انا نحفظ التواريخ، ايه من التواريخ اللي نحفظه وايه ما نحفظهاش؟ ما انا شغال معاك ولسه من شوية اهو. يعني هو الاحداث يعني زي ثورة 19 نحفظ التاريخ. هو 19 ده 19 ده تاريخ؟ لا ده اسم. ده اسم، انا قايل لك قبل كده اسم. ها؟ طب انا برضه في تواريخ كتير انا مش عارفه نحفظها ولا ما نحفظهاش. بص يا شيماء، فسر تدهور الحياة السياسية في مصر منذ عام كام؟ عام كام يا شيماء؟ الو؟ تدهور الحياة السياسية في مصر منذ عام كام على الشاشة قدامك؟
1928. بس هو عايز وزارة مين؟ محمود. طب انت لو مش حافظ التاريخ هتعرف يجي محمد محمود؟ لا، بدل ما اسال بسؤال مباشر وتداول حياة سياسية في عهد محمد محمود قلت في التاريخ وشلت اسم محمد محمود، ومع اسماعيل صدق عملت نفس الكلام. فهمت التاريخ تتحفظ ازاي؟ ايوه. طب هو عندي سؤال تاني. اتفضل. اي صحة العبارة هو محمد علي اعتمد في بناء قوته على الغرب؟ صح؟ اي صحة العبارة اعتمد محمد علي في ايه بناء قوته على مين؟ على الغرب. لا طبعا، اعتمد على المصريين. هو عشان كان بيعلمنا مثلا هناك بره واعتمد على الغرب؟ اصل هو بعت البعثات الى اوروبا والصفقة. وفي حاجة اسمها محمد علي عمل تطوير في مصر على الطريقة الاوروبية. على الطريقة الايه؟ الاوروبية. بس الاوروبيين اللي عملونا ولا احنا اللي عملنا؟ احنا اللي عملنا. طيب خلاص، تبقى اعتمد على المصريين. انما حدد السؤال لمهولي شوية. هو اعتمد محمد علي في الدراسة على ايه، الغرب ولا على الشرق؟ اعتمد في التعليم على الغرب ولا على الشرق؟ بعثات محمد علي كان لها نتيجة من خلال ايه، سفرها الى فين، اوروبا ولا بقاها في الشرق؟ فاهمة؟ اوروبا. طيب جميل، انا بقول الاساس اللي اتبنت عليه مصر اساس ايه، اوروبا حديث. بس مين اللي بنى، الاوروبيين ولا احنا؟ احنا. طيب خلاص، تبقى محمد علي اعتمد على المصريين ولكن عمل على تطوير التعليم على الطريقه الاوروبيه من خلال ارسال البعثات. معايا؟ البعثات اللي بعتها دي بعتها منين؟ من مصر ولا من فرنسا؟ مصر. طب جميل، ما هم اتعلموا ورجعوا تاني دور الايه؟ الدنيا في مصر. يعني محمد علي كان بياخد على اكتساب الخبره، تبقى اعتمد على المصريين بصفه عامه سؤالك. انما لما اقول اعتمد على نقط في التعليم في بدايه الامر على البعثات. انت معايا؟ تمام. ايوه. فالسؤال ما بيجيش مفتوح قوي كده يا شيماء، يعني الدنيا ما بيجيش بالطريقه دي. انتوا بتقولوا اسئله سبحان الله، انا برجعهم ما برضاش ازعلكم، انما نص الاسئله اللي بتجيبوها اسئله مش مظبوطه يا بنت، عايزه تعديل. ماشي؟ أيوه. ماشي. ماشي، حاجه تانية عندك؟ لا شكرا. ماشي. مع السلامه يا شيماء. طيب بعد كده بنتكلم عندي على وزاره علي ماهر. طبعا الملك كلف علي ماهر السياسه المخضرم بايه؟ اجراء انتخابات لمجلس الشيوخ ومجلس النواب وبدايه ايه؟ الجلسات وتحديد وفد المفاوضات بين مصر وبريطانيا اللي هيحدد شكل معاهده 36. شكل كده الكلام ان علي ماهر اللي عمل المعاهده. هنشوف قدام شويه هل علي ماهر او مصطفى النحاس، لان سعد زغلول توفي 1927 وخلفه في حزب الوفد مصطفى باشا النحاس. طيب عملوا معاهده كام؟ 1936. جميل. المعادلة لما اتعملت سنة 1936 فيها كتير طبعا من الايه؟ من المزايا بالنسبة لمصر. طبعا ايه المزايا بتاعتها؟ انت عندك فيه 7 نصوص تحفظهم صماء. ده حفظ بقى، ما انا مش هقول لك تفهم ده تفهمها ازاي؟ لازم تحفظ وبعدين تفهم. وقلت قبل كده الحفظ اول مراكز الابداع، النصوص بالذات هي حفظ. قال لك انهاء الاحتلال البريطاني لمصر بواسطة قوات بريطانيا مع بقاء قوات في بعض الاماكن. دخول مصر عصبة الأمم باعتبارها دولة مستقلة. إلغاء الامتيازات الأجنبية على مصر. تقوية الجيش المصري من الدرجة التي تمكنه من الدفاع بمفرده عن قناة السويس. فإذا وصل الجيش إلى هذه الدرجة بعدها تجلو القوات الإنجليزية، هنعتبرها ميزة. سحب الموظفين الإنجليز من الجيش. خروجهم من عنصر البوليس. إلغاء إدارة الأمن الأوروبي. تصبح مصر مسؤولة عن حماية الأجانب. 5. 6. حق مصر في عقد المعاهدات الخارجيه ما لم تعارض 36. مصر تعمل اي معاهده بس ما تعارضش 36. 7. ارجع الجيش المصري للسودان. يرجع الجيش المصري تاني فين؟ السودان. الله يخليكم، ده حفظ صم. تحفظ المزايا صم. 7 نصوص يتحفظوا موت. انت بقى حر وانت وشطارتك، لان هي ما فيهاش سؤال غير في المزايا. وضح المزايا اللي تحتوت عليها معاهدة 36 او النصوص اللي احتوت عليها معاهدة 36. فنخلي بالنا. انت لو بصيت عندك في المزايا هنا، هي طبعا المزايا نسبيا كانت بتحاول تلغي التحفظات الاربعة، يعني فيها نوع من انواع الغاء التحفظات الاربعة، بس ده لو كملت. اللي يهمني واللي مهم قوي المتغيرات الداخلية بعد 36. هي دي اللي مهمة فعلا. ركز بقى كده معايا. البلد اتغيرت. تحول العلاقة الى تحالف. سيادتك انت انجلترا بقت تحالف دلوقتي ضد قوى المحور الفاشي.
ظهرت قوى سياسية لا تؤمن بالليبرالية، ظهر الإخوان المسلمين ومصر الفتاة، والاتنين اتفقوا مع الملك ضد حزب الوفد. الكل ميوله محورية. زيادة قوة القصر باعتلاء الملك الشاب فاروق عرش البلاد، وتعيين علي ماهر رئيس للديوان الملكي. 4 إقالة الملك وزارة النحاس. وجي امتى؟ نشوف دلوقتي. 37 تحولت العلاقة بين بريطانيا ومصر بعد المعاهدة من احتلال إلى تحالف. سيادتك بقت أنت إنجلترا حبايب. المعاهدة قالت كده. ضد قوى المحور الفاشي. المحور ألمانيا وإيطاليا والنمسا والمجر. ماشي الفاشي نسبة إلى فاشيست موسوليني. رئيسها إيطاليا. ده تغير. ظهر أحزاب سياسية لا تؤمن بالليبرالية. ظهر الإخوان المسلمين. وظهر مصر الإيه؟ الفتاة. واتفقوا الاتنين دول يا استاذ مع الملك يضربوا حزب ايه؟ الوفد. حال الاتنين دول اقوياء جدا. كان عند الاخوان ومصر الفتاة ميليشيات وفرق شبه عسكرية. الاخوان بيلبسوا قمصان صفراء ومصر الفتاة قمصان خضراء عشان يعبروا عن يعني كثرتهم في الايه؟ في المظاهرات. اتفق الاتنين دول مع الملك ضد مين؟ الوفد، وميلهم محورية، يعني عكس معاهدة 36. زادت قوة القصر، يعني الحكم الدكتاتوري زاد. عندما جاء الملك فاروق وتولى عرش البلاد، عيل صغير جاء بعد ابوه فؤاد ما مات، ده تغير. تعيين علي باشا ماهر رئيس للديوان الملكي. علي كان رئيس لقصر عابدين، ده كان رئيس وزراء من شويه. لا، الملك جاب وزاره مين؟ النحاس اهو سنه 36 عشان يعمل المعاهده. والدليل اقاله الملك وزاره النحاس، نشوفها مع بعض. 37 الملك شال النحاس سنه كام؟ 37. وعودة حكم حكومات الأقلية منتهكا بذلك الدستور وأحكامه. المتغيرات دي في غاية الأهمية. لما أجي أسألك دلوقتي وأقول لك بما إيه تفسر؟ بما إيه؟ بما تفسر إقالة الملك وزارة النحاس 1937؟ هنقول لتحول العلاقة إلى تحالف، زادت قوة الملك بالإخوان ومصر الفتاة، وبدأوا يضربوا مين؟ الوفد. زيادة قوة الملك بعد وجود فاروق، تعيين علي ماهر رئيس الديوان الملكي، مما ادى الى اقاله الملك ايه؟ وزاره النحاس باشا 37. وعوده حكم حكومات الاقليه منتهكا بذلك الدستور واحكامه في الفتره من 1937 الى 1942. اعزائي طلبه وطالبات الثانويه العامه، سعدت بكم على مدى حلقتين كاملتين ولمده ساعتين. سعدت النهارده اكتر بالطلبه زهراء بالذات اللي جاوبتني على الاسئله اللي هي اختيارات واكمل دي، ما شاء الله يعني في تحسن كويس جدا ما شاء الله عليكم. ربنا يكرمكم. مع ارق تحياتي واجمل امنياتي لكم بالنجاح والتوفيق. هذا احمد صلاح يحييكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.